دول بنتين خوات الشهيد أنجد صفا ومروان. وينهم أنجد يا مروان؟ الشهادة. مين اللي كتبه؟ صفات الأسد. صفات الأسد؟ كانت أسرتنا آمنة حتى يوما كسر الباب واتجه الشبيحة نحوي والأمن قد انقلب عذاب. قتلوا أمي ذبحوا عمي وأخي اعتقل بلا أسباب وأخي اعتقل بلا أسباب. تشكو الأسرة حينا جوعا والوالد في ظرف غاب والطفل يضحي كي يمحو جوعا يفتك بالأحباب. قطعة خبز إن أدركها لم يدرك عتبات الباب كانت أسرتنا آمنة حتى يوما كسر الباب واتجه الشبيحة نحوي والأمن قد انقلب عذاب. قتلوا أمي ذبحوا عمي وأخي اعتقل بلا أسباب أطفال الحرية صمتوا صبرا وعطاء وكفاح وبصوت مرتفع صرخوا جهرا في وجه السفاح. مهما طال ظلامك فينا نور الحرية قد لاح نور الحرية قد لا ثمن الحرية يعني والصبر لها مفتاح والظلم طريق هوان والعدل طريق فلاح. الشام ستبقى دوما للنصر مشاعل إصباح للنصر مشاعل إصباح.